اخوان السلام عليكم. اللي بغى يزين الخضره ديالو بحال هادي مرحبا. الفيديو ها هو، تفرج الفيديو كامل وغتفهم داكشي ساهل وبسيط. الاخوان هانتوما تشوفوا هذا، كنقولوا له حنايا حرايق حرايق حرايق، ها هو كتجيبو كتقطعو انتم العمليه كي دايره، ها هو كيحرق في اليدين وهو سخون تبارك الله، بحال الملحة وبحال بحال نكري، يعني كيعطي القوة للخضر. فهمتو الطريقة ديالها؟ كان كنقصو شوية بشوية باش كيدخل في شي قرعة بحال هكا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من البشر كيعرفوا هذا المبدأ، هذا يعني كنقولوا له حقائق، يعني كيحرق القص في يدك، يعني كتقطعو، وهذه الحقائق له فوائد كثيرة. سليتو دابا تقصص، سليتو بتقصص جيو طار وحرقني في يدي، يلاطي كيحرق. المهم انا ندخلو في القرعة. Thank you.
انتم الاخوه بعد ما عمرتوا القرايه تبع التعمار مزيان، وانقي عليه الماء، نخليه مدة ديال 4 ايام 5 ايام على حسب شحال ما بغيت، يعني كل ما زاد خمر اكثر. دابا نعمل له الماء، نعمر ديك القرعه بالماء، هاكا نعمر هاكا، عمرته وناخدها ونخليه محطوطه، كنحطها ونخليها صافي. كيطلق شي ريحه هو، ولكن الانسان يصبر ما يديرو في الاخر في القرعه ويخليه ويكبو على الخضره، حاول ما يقيش العروق بحال هكا. انتم الاخوان ها هي هذه الخضره ناقصه، ولكن اخرى الاولى راه يعني جربتو بها مزيان. ها هو شفتو كيف رجع، كنحط شويه كركم شويه هنا، شويه الهادي يعني كنكب لهم كلهم. هذه هي الغرسته، كتزيان ان شاء الله تعالى. والاخوه اللي شاف الفيديو ما ينساش من الاشتراك والاعجاب، وتحياتي لكم وشكرا للجامع، وحياكم الله، حياكم الله جميعا ايها الاصدقاء. هي هذه شفتيها، وتنادي نكب لها. شفتي ديك الخضره الاخرى اللي كبيره، شوف كي دايره تبارك الله، يعني اعطيها هذيك واعطيها الماء، اللي عنده الماء يعني كندير لها